لك السالفه بس انا ما اعرف كل شيء اليوم. اي لا لا. ها؟ لا بس هاي السوق وهاي. بس سؤال. لا خالص شلون سوق الغزل يعني هو عريق، سوق عريق وقديم، سوق عريق وقديم يجمع بين الاعلاف الطيور الاليفه والطيور الغير اليفه، اي انواع الطيور حتى الطيور الوحشيه يعني الحياه ينباع، العقارب النسور حتى اسود ينباع هنا، سوق يجوا من كل المحافظات، العلاجات الادويه الاعلاف انواع الاعلاف العراقيه والاجنبيه الاعلاف. طيب الاكل مالهم السوق بالصيف والشتاء نفس الشيء؟ لا يختلف، بالشتاء يختلف عن الصيف، بالشتاء السوق يصير اسرع بالبيع وبالشراء وهاي، بالصيف لا نتقيد، نتقيد من الحر وخاصه الطير يتاذى بالحر، اي وتعرف الظرف يعني الكهرباء او هاي اي لازم اراده تبريد او تدفئه، او بالشتاء تدفئه وبالصيف تبريد، بس بالصيف يقل الشغل مالنا حيل يقل، اي يعني نسبة 40-60% يقل بالصيف. اليوم جاي دا اشتري سلحفات البنتي، حبت انه تكون عندها سلحفات بالبيت، فاليوم احنا مرينا انا وخواتي اليوم دا نشتري لها سلحفات. يعني عاد انتم هم تجون السوق الغزل يعني عندكم حيوانات اليفه بالبيت ولا؟ والله لا ما عندي، يعني هاي اول تجربه لي انه اليوم انه اخذنا سلحفات وان شاء الله جايات اكثر. سوق الغزل كان قبل يغزون به وبعدين تطور، تطور سوق الغزل يعني مال الطيور، ما طيور كنا قبل احنا اكو دربونا يبيعون بها طيور دخون ما دخون، وبعدين تطوروا طلعوا على الشارع. يعني من منتجين، منتجين يعني هنا اكو قسم بالدوره قسم بالبياع، يعني اكو قسم هم المنتجين يجيبون لنا يعني سورية دوارة تجينا هسه بعض الأمراض يجيبون يعني سوري، بس النظرية المحلية دي ياخذون هسه يعني. طبعا بالصيف شوي السوق يوقف، بالشتاء شوي لا رحمة من رب العالمين يعني يصير شغل علينا.
$100. أغلبية الطيور اللي موجودة بسوق الغزيل من عندها استيراد ومن عندها يعني محلي من محافظات أقضية نواحي، عندنا عملاء بها يشتغلون يجيبون ياهن لهنا سوق الغزيل. كل حيوان له موسم، الصيف ما يشتغل بأي طير عدا موسم البلبل لأن يتحمل جو الحار، أما باقي الطيور لا والله من 1/9 يبدي الموسم مالهن. كل مختلف أنواع الطيور، كل المستلزمات والكسورات موجودة بسوق الغزيل، الغذائية، الأكل، البروتينات، الطبابة، اللقاحات، كل شيء موجود بسوق الغزيل. جيت هنا اتفرج على هاي الطيور واتونس يعني، بالاضافه الى جزء يعني هو طير اشتري يعني من هذا العصافير. ايه لا اغلبيتها مستورد، المحل كان قليل شيء قليل يعني، بس هسه كريتها مستورد يعني واسعاره غاليه همين. ايه سوق الغزل كان جوا، تطور سوق الغزل صار برا. فهمتني شلون؟ هاي اشكال انواع الحيوانات بيها، ببغاء، كوكتيل، طير حوب، شتي انواع الله خلقه موجوده بسوق الغزل. زين، كلاب زينه، اسماك زينه، شتي دعشون ببالك غزلان، طواويس، شتي اكو بسوق الغزل. زين ببغاوات يحجن، كل شيء موجود. زين هذه من تجيبوها؟ والله من عمي كل شيء المنشأ مالته، اكو عندنا عراقي، اكو عندنا استيراد، كل شيء بانواعها، يعني اكو اشكال هسه اكو عندك مثلا طير الحب الانجليزي اوروبي، من اوروبا يجي، هولندا، بلجيكا، هذا الطير الحب الانجليزي، اكو عندنا هذا الطير زين براداس طير الجنة، هذا هم برا من افريقيا، زين عندك هذا عندك روزيلا، هم من برا من اوروبا، اشكال اكو انواع عندنا. فنجس كذي من حيوانات روزيلا، كل شيء الحيوانات موجوده بسوق الغزل. وشنو اللي ببالك؟ اكو ناس تجي سوق الغزل، شوف سوق الغزل من شوف في حيوانات تفرح تترفه. زين من يجي هنا سوق الغزل يعني باوع الحيوانات يسلي نفسه يسلي امره، تعبان من يشوف حيوانات يرتاح. هاي ايش تريد من حيوانات موجوده بالسوق؟ زين بالصيف السوق شويه طلبيه عليه قليله، بالشتاء طلبيه علينا هوايه، والحلال بالشتاء يصعد. ليش يصعد؟ تكاثر اول شيء، وثاني شيء الناس تجنين، جو بارد. سالفه الصيف اقباله يصير عليه قليل، مو مثل عندك مثل الشتاء. زين؟ علاجات هم تتعامل؟ والله من عمي العلاجات احنا ما طول مصلحتنا اكو علاجات. نجيب علاج احنا نداويه، احنا نداويه، احنا ندارين، احنا نعطيه ادويه. ما يحتاج نوديهن دكتور، ولا نشوف مثلا عندنا اصابه قويه ناخذ 2 3 نشوف شنو بيهن الامراض، يعطونا علاج عليهن ان شاء الله يوقف. وما عندنا امراض ترى خليها ببالك، بس انا اقول لك حار برد حار برد يصير عندنا سهالات، بس هذا اللي بيهن. إذا تريد تطلع سوق الغزل القديم ايش تكتب؟
حبيبي.